معنا من القاهرة رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية الأسبق دكتور علي إسلام. مساء الخير دكتور علي إسلام. أولا نود أن نفهم 60% من إنتاج أو تخصيب اليورانيوم ماذا يعني؟ هل يجعل هذا إيران أقرب من أي وقت مضى لصنع قنبلة نووية؟ طبعا عشان نشرح الموضوع ببساطة جدا من الناحية الفنية، أن اليورانيوم 235 هو اليورانيوم المعني بالتخصيب. اليورانيوم موجود في الطبيعة بنسبة 7، اليورانيوم 235 موجود في الطبيعة بنسبة 7%، والباقي يورانيوم 238. اليورانيوم 235 هو المنشطر، هو الذي يمكن استخدامه في السلم ويمكن استخدامه في أي أغراض غير سلمية. فالجهاز الطرد المركزي هو جهاز يستطيع فصل النظيرين عن بعض بقوة طرد مركزية بسرعة دوران عالية جدا، بحيث ان هو يزيد نسبة اليورانيوم 235 كثيرا، ولكن الاستخدامات السلمية لا تتعدى 20% اللي هو للاستخدامات المفاعلات البحثية في العادي، أو الاستخدامات لإنتاج الكهرباء لا تتعدى 3.5% من اليورانيوم 235. إذن زيادة التخصيب عن 20% هو طبعا الإيرانيين بيقولوا إن هي طبقا للاتفاق الوكالة أو المعاهدة عدم الانتشار، يمكن لأي دولة أن تقوم بأي نشاط نووي سلمي، ولكن طيب تحت إشراف وتحقق دكتور من الوكالة الدولية للطاقة. لو سمحت لي يا دكتور، من الناحية التقنية هل لدى إيران هذه القدرة، خصوصا وأن ما حدث لمنشأة نطنز من هجوم؟ تحدثت تقارير إخبارية عديدة أمريكية وغربية بأنها ستؤخر تخصيب اليورانيوم في هذه المنشأة على الأقل ل9 شهور. طيب هل إيران قادرة، يعني على الرغم من العطب الذي أصاب منشأة نطنز، قادرة على تخصيب اليورانيوم بهذه النسبة الكبيرة؟ من المؤكد أنه الحدث في مفاعل نطنز يؤثر على تأخير البرنامج إيران لتخصيب اليورانيوم، ولكن من ناحية التكنولوجية يمكن لأي دولة قدرت أنها تخصب اليورانيوم عن طريق أجهزة الطرد المركزي، إما زيادة عدد أجهزة الطرد أو تطوير الأجهزة بحيث إن هو يكون كفاءتها أعلى، فيمكن بذلك اختصار المدة. المدة المتبقية تخضع لإمكانيات فنية وإمكانيات تكنولوجية معقدة، لأنه يستخدم سادس فلوريد اليورانيوم في هذا الموضوع، وهذا موضوع فني محتاج تكنولوجيا عالية. فإنما وصلت إيران سابقا إلى التخصيب لأكثر من 20%، فإذا أنه هو هذه المرحلة الأصعب. أما التوقيت بيعتمد فعلا على كفاءة وإمكانية والإرادة. طيب يا دكتور علي، العمل والوكالة الدولية للطاقة الذرية بتتحقق. فقط لنتأكد، نعم. أنت قلت بأن تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية يكفي أن يكون 20%، وإيران دائما تؤكد بأن ما تقوم به هو لأغراض سلمية. ما حاجتها لتخصيب اليورانيوم ل60%؟ هذه اعتقادي الشخصي، ولكن المحللين السياسيين هم الذين يستطيعون أكثر في هذا الموضوع، أن هو ورقة تفاوضية يمكن ردا على التخريب اللي حصل في مفاعل نطنز. أما الاعتماد مفروض أنه يكون على تقارير المعتمدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونتمنى أن تكون النتيجة في صالح الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، لأن ده صالح العالم كله، ليس صالح دولة أو غيرها، هو صالح العالم أن لا تزيد عدد الدول التي لديها إمكانيات لتصنيع
القنبلة النووية بأكثر من الدول التي عندها فعلا هذه التكنولوجيا. شكرا دكتور علي إسلام، رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية الأسبق من القاهرة.